الموت. والله العام الماضي يعني الحمد لله يعني ايه بدأنا التدريبات متأخر شوية، وكانت النتائج يعني الأولية كانت كويسة جدا لغاية مباراة بورما. يعني الحمد لله أدينا أداء كويس جدا، واللاعبة عملت اللي عليها، وصلنا لضربات الجزاء الترجيحية، وكان طبعا فريق بورما هو الفائز في هذه المباراة. لكن إن شاء الله العمدة إن شاء الله يعني هنكون على استعداد طيب إن شاء الله. إن شاء الله هذا العام بطولة السادسة إن شاء الله يكون فيها كل خير، والفريق إن شاء الله يكون مستعد، ونود الجماهير المصرية إن شاء الله أو الجالية المصرية لهذا العام يعني الفريق يحقق نتائج طيبة جدا للصعود المباراة النهائية إن شاء الله. متابعي عدسة بازيدان، معي هنا الكابتن عمرو فتحي اللاعب السابق في منتخب مصر لفئة الشباب. كابتن عمرو فتحي، بداية نرحب بك ونمسي عليك عبر عدسة بازيدان. أهلا بك وأهلا بكل مشاهدين قناة بازيدان، وشرف لي أن أنا أكون موجود معكم النهاردة، وشرف لأي حد يكون موجود في الحفل والنهاردة الرائع ده الموجود، وأنا برحب بكم كلكم إن شاء الله. جميل. كابتن عمرو فتحي، بماذا تعد متابعينك في جمهورية مصر العربية ومتابعينك هنا في أرض مكة المكرمة في من خلال بطولة الجالية النسخة السادسة؟ والله إن شاء الله السنة دي هكون في شكل أفضل، معنا جهاز محترم، الناس بتسعى أن يكون لنا شكل أفضل من اللي قبله. حاجة تانية إن شاء الله نعد الناس أن يكون لنا شكل وفي تقدم من مباراة المباراة، واللي جاي إن شاء الله أفضل، ونعد الناس كلها إن شاء الله، بس أهم حاجة المساندة، في مساندة إن شاء الله يكون في تفوق. أخيرا كابتن عمرو فتحي، كلمة تحب أن توجهها للقائمين على البطولة؟ أنا بشكر كل الحضور، وبشكر القناة، وبشكر كل القائمين على الأعمال، وشرف لي أن أنا أكون موجود معكم إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. إذن متابعينا، معي هنا الأستاذ محمد رفعت من مشجعي بطولة الجاليات والمشجعين بشكل خاص للجالية المصرية. أستاذ محمد رفعت، نرحب بك عبر قناة خالد بازيدان. شرفنا بحضرتك. أستاذ محمد رفعت، ما انطباعك عن دورة الجاليات النسخة الخامسة أو السادسة؟ والله الجالية بتعتمد على المشجعين، وتعتمد على قوة حماس من الطرف الآخر، وبتبدأ أساسا كلاعب تطور وبداية نجاح من على طريق النجاح وطريق التشجيع، ونستفاد منهم اللي احنا نقدر نطورهم، وفي نفس الوقت نقض معهم برضو حماس وتنفيذ وتحدي، وان شاء الله يعني بتمنى لهم التوفيق في المجال ان شاء الله. جميل جدا. أستاذ محمد رفعت، نشكرك على مداخلتك عبر قناة خالد بازيدان على اليوتيوب. شكرا لك، ربنا يتمنى لهم بالتوفيق ان شاء الله، وتحقق لهم امال سعيدة ان شاء الله. السلام عليكم.